تستمر الإدارة العامة للإطفاء في نشر التوعية من أخطار الحرائق وكيفية تجنبها من خلال حملة نبيك سالم، والتي تستمر في المجمعات التجارية خلال فترة الصيف. هذه الحملة تعتبر الثانية في مجمع 360. المزيد في سياق تقريرنا الآتي. لنشر التوعية بين أفراد المجتمع تستمر حملة نبيك سالم، والتي تقيمها الإدارة العامة للإطفاء بالتعاون مع شركة إيكويت للبتروكيماويات في مجمع 360 وعلى مختلف المجمعات التجارية الكبرى خلال فترة الصيف. استكمال حملة نبيك سالم، طبعا الهدف منها ما في شك توعية الجمهور الكريم، وخصوصا لما حالفهم الحظ بالسفر الى خارج دولة الكويت، وهذا طبعا اهتماماتنا، وطبعا يعني يحتم علينا كخدمة مجتمعية ان نقوم بهذا الدور بحملة نبيك سالم. انتهينا من طبعا اول اسبوع في مجمع الافنيوز، الان نحن متواجدين في مجمع 360، ودائما نسعى الى طبعا يعني ضخ كميه كبيره من يعني الرسائل التوعويه للجمهور الكريم من مواطنين ومقيمين، وهذا طبعا ليس بغريب على اداره العلاقات العامه والاعلام وباقي قطاعات الاداره العامه للاطفاء منها البحريه وقطاع الوقايه والقطاع طبعا القطاعات ذات الصله. الحملة تتضمن معرضا توعويا بمشاركة عددا من القطاعات بالإطفاء بهدف توعية الجمهور من مخاطر الحرائق ومسبباتها وطرق الوقاية منها. طبعا هدفنا من الحملة التوعية بمخاطر الحرائق ومسبباتها في فصل الصيف وطرق الوقاية منها. نتمنى من الجمهور التواصل معنا شركاء النجاح شركة إيكويت للبتروكيماويات، أيضا مشكورين على تقديمهم الدعم لمعدات السلامة اللي توزع على كل رب أسرة، احنا قاعدين نوزع عليهم معدات السلامة ومطفآت الحريق، من مطفآت حريق وأجهزة كاشف الدخان وبطانيات الحريق. نتمنى للجميع التفاعل معنا وتواصل معنا عبر هذه الحملة للاستفادة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة إن شاء الله. هذه المشاركة هي للرد على تساؤلات زوار المعرض المتعلقة في اشتراطات الأمن والسلامة، وذلك لزيادة الوعي لدى المواطنين والمقيمين لكيفية التجنب من أخطار الحرائق. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.